جامد جامد. انت طفولتك كانت ايه بقى احكي لنا؟ انا طفوله مشرده. مشرده؟ لا والله عادي. طفوله كنت انا برضو كان نفسي اخش معهد موسيقى عربيه جدا، واهلي كانوا ممنعين الموضوع يعني، مش حابين الموضوع، اه شايفيني في حته تانية يعني. وقعدنا كده في هزل كده فتره يعني، لحد ما دخلت ثانويه عامه بقيت اسيب المدرسه واروح معهد الموسيقى يعني. دفعتي انا في المعهد اصحابي لحد النهارده، اللي كنت بسيب المدرسه واروح لهم هم في ثانويه عامه، بروح لهم في اولى ثانوي يعني، ثالثه اعدادي اولى ثانوي كنت بروح واقعد معاهم في المعهد، واطلع العب بيانو فوق، واقعد مع الشباب وافهم بيدوهم ايه وبيذاكروا ايه وبتاع. الى ان جت فرصه ستار اكاديمي. طبعا كنت بغني في المدرسه بقى نوادي وحاجات دي. طبعا صديقنا وليد منصور كان جت فتره كنت انا لسه يعني كنت في ثانويه عامه برده او اصغر شويه، ممكن يكون في اعدادي، هو كان بيعمل البرومز بتاعت تحضيرات تخرج المدارس، كان هو اللي ماسك كل البرومو بتاع كل المدارس. فكنت بعرف مثلا اصحابي مثلا في الفرير مثلا بروموهم النهارده بالليل، فهم اصحابي فعايزين اجي اغني، فاروح لابس وبتاع وداخل انا نجم يعني، انا نجم البروم من غير ما حد يقول لي تعالى غني انا جاي. اصحابي بقى الثقه اللي هو انا حلو داخل عريض انا متشارك انا جاي اغني، يا ابني تغني يا حبيبتي الصغير بس تكبر شويه كده وبتاع وظبطها كده. قلت له انا مش همشي انا هغني كل بروم بقى، نط الوليد منصور اقول له، قال لي انت خلقتني اطلع غني وغنيت. طبعا غنيت بالاكراه، عارف واحده بالاكراه، وغنيت الحمد لله في الحاجات دي برده، لحد ما انا وصلت للي انا نفسي فيه. وجد برضو بالصدفه البحته ان انا كنت راجع جنب البيت عندي في اوتيل، لقيت فيه الكاستنج بتاع ستار اكاديمي، فلقيت زحمه بتاع في الجنينه قدام الاوتيل، فبقول لهم تعملوا ايه؟ قالوا ستار اكاديمي، رحت راكن عربيه ونازل مقدم. صدفه جد. ده عادي جدا كدا. انا بقى لا انا كنت بشتغل بقى على الموضوع ده مثلا من قبلها بكتير قوي، وقعد اتابع بقى اخش على النت اشوف برامج. انا عملت كده وما جاتش فانا كبرت دماغي السيزون اللي قبله، عملت كده وقدمته والمعاد وغني ايه وقدمته ايه. انا قدمت في التاسع ورحت وقدمته وما تقبلتش. وانا كذلك يعني دخلت موسم التاسع قدام اللجنه هنا في مصر وما قبلوكش. لا ما قبلونيش. وانا كذلك برضو قدمته وما تقبلتش في تسعه، جت في 10 لوحدها كده ومروح بقى البيت رحت طالع داخل مغني تقبلت. هو نصيب هو قدر يعني. انت اصلا منين يا مينا؟ القاهره. طب بعد اذنك بقى اسالهم سؤال بسيط قوي، ايه الاغنيه اللي انتوا تمنيتوا انكم تغنوها؟ انت تقول لوحدك وانت تقول لوحدك، ايه الاغنيه اللي سمعتها وتمنيت ان انت تكون انت اللي بتغنيها؟ في اغاني كتير جدا. لا قول لي اغنيه في اخر سنه دي او سنتين دي. يعني مش بالتاريخ يعني، اخر اغنيه سمعتها قلت يا لو انا اللي غني الاغنيه دي بتقعد تدندنها لاي نجم؟ في اغاني كتير. اختار واحد يعني. في اغنيه رامي صبري طبعا، اخويا وحبيبي. اصلك هتغنيه؟ ها؟ اصلك هتغنيه؟ بموت في كل شغل رامي صبري طبعا ومزجته وطريقته. طب انا كنت هقول زيك بالظبط. طب يلا ايه الاغنيه؟ اخونا رامي. اصل هو حبيبنا يعني. لا رامي 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 حبيبنا وصديقنا واخونا كبير وبيساعدنا ورامي جدع، لو محتاج منه حاجه بيعملها. فنان قوي ومحترم قوي. لا رامي جدع، رامي جميل. طب ايه بقى الاغنيه؟ انا كنت اقول خصيمة الشوارع حضرتك. انا كنت اقول فارق معاه. ايه؟ فارق معاه. فارق معاه. طب يلا امسك المايك بقى وخصمنا. بروح كتير اماكن. ماشي. بروح كتير اماكن واشوف ناس كتيره وما بجيبش سيره عنك في الكلام. قطعت خلاص معارفك وكل اللي عارفك وما بقاش بينا سلام او كلام. انا خصمت الشوارع، خصمت الشوارع اللي مشينا فيها عشان يهدى بالي وارتاح من الالام. ما بسمعش الاغاني ولا بيشغلوني المشاعر دي تاني ولا عندي اهتمام. ولي رغم الكلام ده مفتقدك بشدة، ومن يوم فرقنا حياتي مش تمام. فانا في اغنيه بقى عايز اغنيها معاكم ويوم نغنيها معانا. خد بقى لا انا غني معاك. انا ما بغنيش بالبنت العريض. بحبها قوي. يوم انا عشان حبيبي بالبنت العريض غالي واقرب من وريد، حالتي تتشخص جنون بيقولوا انا بيك مريض. اتاري كل ما احب فيك بدمنك وبقيت مزاج، اتلحق بقدي في ايديك ده انت في لقاك العلاج. لقيت الطبطبة ولو ما انتش بعيد، ضحكتك فيها كهربا
زي واحد جديد لقيت الطبطبة. لقيت الطبطبة وري ابعت لي شير لوكيشن لو لقيتها. ما تقول يا عليا، قول اي حاجه. لقيتها يا باشا، لقيتها يا باشا. ايوه باشا. طب يلا بقى اتفضلي سالي. يلا ايه اكتر مهرجان بقى بيطلعكم من المود؟ و ايه ما بسمعش مهرجانات. ايه بس مؤدب. انا اقول لها حاجه هتصدمها. إيه؟ انا كل المهرجانات بقى برقص عليها. هو المزيكا نفسها اصلا مشكله. المزيكا حواري بتخلي البيت طبعا مزيكا بتخلي هايبر. بس انا بحب عنبه جدا، لان عنبه مش رقم واحد. انا دوله بحب طريق شكل الاطار المزيكا اللي بيعمله بالغنى بتاعه بطريقته حته. مش من باريس انا، مش ليه. ايوه رقم واحد. انا دوله. انا دوله. ايوه. طب لا، في مزيكا في المهرجانات بصراحه تخلي الواحد مش قاعد على بعض الوقت. دروس دروس.